انك انت تعرضت مره لموقف كنت بتنضف تربه ولقيت ميت قال لك سيبني نايم. ده في الحوش اللي في الوش. لا احكي لي الموضوع. لا وانا برفع الميت لقيت اللي بيقول لي ايه سيبني سيبني في حالي سيبني في حالي. قال لي يا جدع سيبني حرام عليك وراح مزعق. ودي ودي يا صديقك بس قوية قوية. كذاب ومنافق وحمار.